السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزل تحديث جديد للايفون لاصلاح فتح الروابط واصلاح بعض المشاكل في سفاري التحديث رقم 931 التحديث لازم تشبك واي فاي ولازم يكون بطارية جهازك فوق ال 50% او اشبكه في الشاحن ادخل على عام بعد ما تدخل الاعدادات بعدها تدخل على اعدادات بعدها تدخل على عام بعدها تحديث البرامج بيظهر معاك التحديث تسوي تنزيل وتثبيت طبعا تكون عارف الرقم السري للأيفون. بعدها تحط موافق طبعا في التحديث ما بينحذف معك اي شيء واتركه أن يعيد تشغيل الجهاز من نفسه